الشباب في الكنيسة هم عمادها، سواء من خلال المجموعات الكشفية أو الشبيبات. وبهدف تنمية الفكر الروحي والمعرفي لهم، تقام المخيمات الدينية لزرع بذور الإيمان في قلوب أبناء الكنيسة. كشافة وشبيبة مطرانية الروم الكاثوليك بعمان نظمت عدداً من البرامج الروحية لتحقيق هذه الأهداف. إلى التفاصيل. برعاية سيادة المطران كير جوزيف إجبارا رئيس أساقفة أبرشية بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن، انطلقت فعاليات المخيم الروحي حدود السماء الذي نظمه المجلس الكاثوليكي لرعوية الشباب للروم الكاثوليك، بمشاركة هي الأولى لشبيبة أبرشية بيروت التي يرأسها الأب بول أيوب، واستمرت لخمسة أيام متتالية. وشارك في المخيم الذي أقيم في مدرسة ثؤدور شنيلر في العاصمة عمان عدد من الآباء الكهنة من الأردن ولبنان وشبيبات الروم الكاثوليك في محافظات المملكة، واشتمل على تقديم العديد من المحاضرات الروحية وإقامة الفعاليات الترفيهية والفقرات والجولات السياحية الدينية وورش عمل وحلقات حوارية. ورحب الأب مودي هنديلي المرشد الروحي للمجلس بجميع المشاركين والأباء الكهنة، مقدماً موجزاً حول فكرة المخيم والهدف منه، مشيراً إلى أن مثل هذه اللقاءات هي فرصة روحية ثمرها اللقاء مع الله. نتمنى بهالأيام هالخلاصية، أيام هالبركة، نعيش أجواء مليئة بروح الشباب، بالنعم، بالبركات، مقتبسين من رسالة قداسة البابا نحو الشبيبة. أيضا بنتهز هالفرصة وبشكر البعثة البابوية ممثلة بالسيد رائد البهو على دعمها المادي والمعنوي لإلنا، أيضا مطرانية الروم الكاثوليك، وأيضا قناة نورسات الرائدة اللي عم بتغطي أحداث هذا المخيم. فربنا يبارككم جميعا وشكرا لكم. وعبر الأب بول أيوب عن شكره لشبيبات الأردن على هذه الدعوة الكريمة والمشاركة للاستفادة روحيا من هذا المخيم. أول شيء بحب أتشكر سيدنا كيريلوس بستروس راعي أبرشية بيروت وجبيل وتوابع عمال الروم الملكيين الكاثوليك، يلي سمح لي أن اليوم كون عم بترأس لجنة شبيبة أبرشية بيروت وكون عم شارك هالوفد يلي إجا على الأردن لحتى يتلاقى بشبيبة أبرشية الأردن. وبذات الوقت بدي أتشكر سيدنا جوزيف جبارة على استقباله لقلنا وعلى وفد الشبيبة برئاسة أبونا مودي ولينا يلي استقبلونا حقيقة على المطار استقبال مميز ورائع جداً. وأنا اليوم بدوري بتمنى أنه هالمخيم حقيقة يوصل للهدف المرجو، مثل ما قال قداسة البابا يوحنا بولس الثاني: اخرجوا من صوامعكم لملاقات الآخر. أبرشية الأردن سنة الماضية خرجت من صوامعها لملاقات شبيبة أبرشية بيروت، ونحن اليوم تركنا صوامعنا بأبرشية بيروت وجينا لحتى نتلاقى بشبيبة أبرشية الأردن لحتى نكون سوا عم نوصل على درب السماء. وقدم المطران جبارة محاضرة بعنوان برفقة الشباب فلنحمل الإنجيل للجميع، كما تحدث حول الدعوات الكهنوتية والرهبانية ودور الشباب في حياة الكنيسة. نحن سعيدين أنه نبلش الليلة المخيم، وبيعنينا كتير من خلال رسالة البابا أنه يوعوا الشباب كلهم سوا أنه عندهم رسالة، رسالة داخل الكنيسة، رسالة داخل المجتمع، رسالة داخل أوطانهم، أنهم يحملوا بشارة المسيح إلى كل الضواحي، إلى كل الأماكن اللي بعد ما وصل لها هذه البشارة. حب أشكر الشبيبة على هذا التنظيم، على العناية، على الاستقبال اللي تم، على التهيئة،
لكلا الفريقين كان من لبنان أو من الأردن. خص بالشكر مجلس الكاثوليكي لرعوية الشبيبة بأبرشية بيترا وفيلادلفيا مع أبونا مودي وكل العاملين بالمجلس. شكر للينا، لحنين، لتامر اللي اشتغلوا واللي هيوا أكثر من الكل، يمكن وتعبوا أكثر من الكل من أجل تهيئة هذا المخيم. بأمل فعلياً إنه هذا المخيم إنه يشجع الشبيبة والشباب إن يتقابل مع حياته وينزل في واقعه، لأني حياته كمسيحي هو حياة غنى ودعوة خاصة. أنت ما تخلقتش لعدم، لا، أنت تخلقت لرسالة، وإلك رسالة ودعوة خاصة. ودوت أنا بتمناه من لكل شاب وشابة بهذا المخيم، أنه فعلياً يعمل كونتاكت مع يسوع ويدور ويلاقي عن جد حياته. ويهدف المخيم إلى زرع بذور الإيمان في قلوب أبناء الشبيبة وصقل شخصياتهم على الصعيدين الروحي والنفسي، وترسيخ ثوابت وجذور المحبة المسيحية في المجتمع والكنيسة والوطن، والانصهار بأقوال قداسة البابا فرانسيس برسائله المتكررة للشباب، وفهم جوهر لقاء الشبيبة العالمي الذي سيعقد في 1 تشرين المقبل. لأول مرة نحن عم نشارك كشبيبة بيروت مع شبيبة الأردن بهذا اللقاء بالأردن. بصراحة نحن كتير مبسوطين، أولاً لأنه الاستقبال كان كتير حلو، وثانياً لأنه حسينا دغري حالنا أنه نحن عائلة واحدة، بيجمعنا رب واحد هو يسوع المسيح، بتجمعنا المحبة اللي هو عطانا إياها. أنا بحب أتشكر الرب أول شيء على هالفرصة اللي عطينا إياها أنه نقدر نشارك، وإذا بدها كمان نطبق الرسالة اللي عطينا إياها البابا يوحنا بولس الثاني وقت اجى زار لبنان، ترك لنا رساله انه لبنان اكثر من بلد هو رساله، فنحن عم نقدر ننفذ ونطبق هالرساله بالرغم من كل الظروف او العوائق اللي عم نعيشها بالشرق وبلبنان كمان. وبحب وجه كمان رساله شكر للشعب الاردني على الاستقبال الرائع اللي استقبلونا اياه بالمطار، وللكمان الاستقبال والجو اللي خلقوا لنا اياه. يعني حتى وقت وصلنا على المخيم حسينا حالنا عائلة واحدة. بتمنى هذا المخيم يخلينا نكسر الحدود الأرضية وتصير حدودنا السماء، ونستفيد منه لأبعد الحدود لحتى نعيش بالسماء ونعيش غيرنا كمان. فرصة كتير حلوة إنه نقعد مع نفسنا، الواحد خلال هاي الفترة بيكون بيطلع من ضجة الشغل، ضجة الدراسة بالجامعة، يركز شوي، يقدر يحكي مع ربنا ويسمع صوت ربنا. فإحنا كتير متحمسين للموضوع هذا، وأول مرة بيكون في مشاركة واسعة من لبنان، فرح يكون إن شاء الله إشي كتير حلو واسمه كتير ملفت اللي هو حدود السماء، فأنا متوقع منه كتير إشي حلو إن شاء الله. أتوقع أن نستفيد منه في عدة أمور، منها نتعلم شو هي رسالتنا في الحياة خاصة المسيحية، ونأثر نحاول نتعلم كيف نأثر على اللي حوالينا ونوصلهم الرسالة المسيحية تاعتنا، ونتعلم كمان كيف نساعد الآخرين في كل الأمور، ونعرف مين هو المسيح أكثر عشان نعيش معه الحياة الطهارة والقداسة. لكل واحد فينا في عنده رسالة اليوم لأنه يوصلها، رسالتنا أنه نكسر هاي الحدود، نكسر كل حد بيبعدنا عن هالسماء اللي إحنا لازم كشباب مسيحيين في كنايسنا لازم نوصلها. المخيم أنا أجيت السنة الماضية وكان حلو، فإحنا متشجعين هاي المرة نشوف إيش جديد بنكهة جديدة مع ناس جداد عشان نتعرف عليهم وناخذ من ربنا معلومات وأشياء حلوة زي ما اكتشفنا وعرفنا السنة الماضية.
بلشت تحضيراتنا من السنة الماضية. موضوعنا الأساسي هو تمييز الدعوة والدعوة إلى القداسة، اللي هو موضوع جدا مهم وحساس ونوعا ما جديد بالنسبة لشبيبتنا، إنه كلياتنا مدعوين للقداسة. الشيء هذا مش ملزم لحدا معين أو لأشخاص معينين أو فقط للكهنة، بالعكس كلياتنا شباب وبنات وشبيبة وكشاف كلياتنا مدعوين إنه نكون قديسين. مش شرط نكون لابسين توب، ممكن نكون قديسين بتصرفاتنا، بخدمتنا، بحياتنا اللي منعيشها كل يوم. كما نظمت مجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق مخيما كشفيا للأشبال والزهرات في المجموعة، استمر لمدة يومين أقيم في ذات المطرانية بهدف تعريف أفراد الكشفية بأهمية دور الكشافة في الكنيسة والمجتمع، بالإضافة إلى صقل شخصية أفرادها بحب العمل الخيري والتطوعي وخدمة الأفراد.